من فريق جارة واتصل مجيئة تقريبا وكين دي دومين كين سلوسيتي كين أمور اللي الدراسة هي التي ستحدد المصير ديال هذا الخط السكني ولتأكد أن غادي تستافد القيصر غادي تستافد مدينة الجاد وغادي تستافد مدينة الدادنة وغادي يكون غادي يجي الماكروف إن شاء الله غادي يكون مشروع مهم مشروع اللي الناس ديال المكتب الوطني للسكن الحديثية اللي استيماسيون ديالو واحد 7 مليار ديال في حين سيتم تعزيز الخط السكني الرابط بين مدينة خريبكة ومدينة الوطن باش يبقى الخط السكني يكون في المستقبل يكون دون الفوال يكون الاستاذ يكون لعربات فائقه السرعه اللي غادي يستفاد منه وهذه المشاريع تنضاف الى المشاريع ديال التسريع الصناعي ومستقبلا ان شاء الله بالضبط ان شاء الله غادي نترافعوا على مثلا مدينه مراكش وتجي مدينه بلال الى مدينه فاس هذه المشاريع اللي مهمين لنا مشاريع مستقبليه وان شاء الله نخاطر فيها الاخراجيه اللي غادي نمشيو بصويت على هذه النقطه